اول حاجه نتشكرها نادور بريس اذا غيت تسقسان الدخول ان شاء الله نشان سبعه هذا الخريف اسقسا ان شاء الله الجو يبدر كورونا تسالا كلشي سالا الحمد لله ديال الجو مليح ان شاء الله اذا انت وين تاران اذا تسقسان تسند الصغر الحوايج يعني مليح يجي النعمه نسيد ربي مليح الخنس كاع عاد نقاس نجي سيره الشارع نجي في خوا مليح يعني اذا انا ذوينا داران ثم غاثا تو تار ذي خاضا خاص وجهو تغي صدعن شنو قبرتو غدا شويه نحصران يكاروثان دويناث يتوقع شويه المشاكل ولكن خو الحمد لله التسيع نلقى شويه النظام شوي اصحاب الخارج قاين دام مليح الخوز زي شهر رابعه مليح واذا انت وين تعران الصغان مليح يعني الجاليه اقتدس زياده جل بارك الله عمك يعني وانا اجي نعمه نصيد ربي كتاز يا عم نعذ الصراحه والسنه يعذ نعذ صبحا ولكن عام غادي ان شاء الله منور ان شاء الله ان شاء الله نتمنى غادي ان شاء الله الصحه هنا ان شاء الله لا داوي ان شاء الله رخا موجود غاسنا الاورو هو ولكن هنا غاسنا زياده معليش واخا هو الجيش هذا اللي تديري مليح ان شاء الله شكرا على سي يوسف لا مزيان لا مليح ان شاء الله خوت بان اخو شي قراتي باش تسرخ ان شاء الله منايا ما شويه نهار الرواج نمشي وجي ان شاء الله مليح مليح صحاب الخارج ولا مزيان لا لا خذني هنا تما اغلبيه صحاب الخارج تسمى خميت تسنى شويه الدعوه مليح حتى صحاب ثم تعاود تحرك شويه لا لا مزيان ان شاء الله الانسان ولا اخو شي مناسبه عيد مزيان عيد بقى شويه الحركه مزيان تيري البركه والله يا ودي لا مزيان ان شاء الله كاخو شي نقارس تسمى كل مرض ان شاء الله قول ويقيم ان شاء الله تسمى بنادم ان شاء الله الدعوه تيري مليح ايوا نتمنى ان شاء الله الانسان يتغى الصحه هو ان شاء الله وتيري غير خا ان شاء الله التجاره ومالو ما يديرش غيني قالت والد ولد فين صحاب الخارج بعد ولد في صحاب الخارج قالت التجاره والو حاليا واخا صحاب الخارج شي حاجه توقع شي حاجه التجاره ماشي الاغلبيه وذي في نتشاه توالي سيد غير في الجاليه الاسبانيه ان شاء الله توقع شي حاجه التجاره على الرواج غير خويا قشقه توالي دعوه تسقع اذا تغدينش الاجراءات لنا شويه واه كمر النخان قعدنا انا شنو نجي سيره منوعات السوسود باش توقع بالفوضى واه باش هو توقع بالفوضى باش ضيعنا نغنشي القرخو التاسيع يود انا ذعدو باش ضيعنا نغنشي هاش هو ما التجاره يا من فهمت ما مشاو ما خو مرا يقيم الحاله يا موقع الاثمنه الصباح مشاوي غيصغر الاثمنه الصباح مع التراكي وذا المشاوي غيصغن والو حركة موت ياك شيخانش قراو خلي إذا تحركن شوية القار الدرعير يمكن في شكل إيوا شي حاجة واهو ماينو من داش غيني قار خو شي حاجة واهو قيم بو التجارة نيشا إن شاء الله مي غير في الجالية الإسبانية إن شاء الله هذي وقع شي حاجة التجارة شي حاجة نهار الرواج قار خو والو الدعوة تموت واحد ولد في نسحاب الخارج قار خو قرغ متمي إيوا إن شاء الله هاني السيو ربي على خاطر صحاب الجالية الإسبانية الشوم التحية تحيه نضاليه وستي وغانا قال موت داني ثلاثين موا موا السلام عليكم تشكا عريش انا دور بريساخ مواسي تغاخ توسي التجاره مخير كلشي مليح كاع مليح النشاط 5 الجاليه قينده تاع واحد شي تسند تدفنت على الرواج يك صحاب مشانا صحاب الخارج الحمد لله احسن شويه تزي كتاز وينات مخير اكيد اخويا يقعد العظام قرانا يقعد على الرواج الحمد لله كلشي تيقث مليح تجارة على رواج مليح سيدي كافي البركه اي بالنسبه لي تطوقي مش الاجراءات ديال الشارع وارخو احتار من الشارع على حسب صحابي كيعرفوا فني من اين نقسيره ذوني انت كل شيء يقوى مليح ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم نزوارو اين دوم غاينر التجاره غنوضي شارع الزهور اخو نحرك شويه الوضع ماشي قتوالي تو نتعالج الازمه تنقر نتقر ما نخش نسحب الخارج الحمد لله بدا انت تنسحب الخارج شويه الحركه غتحرك ايوا نتمنى دا تنسحب الخارج ان شاء الله توالي تعاوننا غطى الصراحه هذه التجاره يا نومو توالي ايوا مش غاينه الاثمنه كاع ضروري توالي حيت الاثمنه مش نصاغ نشي نقرا نشي راني نخانو توالي مش نصاق نتوج البركه تم مزيان كلشي يعني خور شرا توالي هاد شراها وين هي مش غاينه غطى المسائل ايوا كلشي يعني ناس السرعة ثماني كلشي ماني التجارة تقري توالي شوية مليح خي تحرك شوية مع نيغاش مع وصول صحاب الخارجة الدقة شوية خي تحرك حسن جيهم زوار بعد ان شاء الله شوية الحمد لله خويا يوسف هاد الايامات شوية بدات تحرك ان شاء الله وصحاب الخارج بداو يدخلوا فهمت ان شاء الله غتحرك مزيان ان شاء الله الايامات شوية ديال الزيار دابا ان شاء الله مخير ان شاء الله شوية الحمد لله شوية كاين البركة كاين البركة دابا مع شويه صحاب الخارج غيدخلوا دابا شويه ان شاء الله
ان شاء الله ان شاء الله خويا. الشهور شويه دازوا شويه قاصحين، ولكن الحمد لله على كل حال. كل شيء ديال الله خويا.